ايه المشكلة اللي جاية عشانها؟ عشان ما بقتش عارف اعيط. وليه ده مسبب لك مشكلة؟ عشان ده دليل ان ايماني بينتكس. الحلم ده بداية المشكلة؟ لا طب ممكن اعرف اسمك؟ الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وفي قبري نورا وفي عظامي نورا وزدني نورا على نور. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر. ليه بتعيط في الصلاة؟ حرمت النار على عين بكت من خشية الله. يعني خوف؟ اه طبعا خوف. احنا لازم نخاف من ربنا. لو مش هنخاف من ربنا نخاف من مين؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أجبنا واشفنا وارزقنا ومن علينا بفضل جودك وكرمك. ايه ده؟ ده خاتم اخترعوه جديد. لما بعمل سيئات بدوس على الزرار الاحمر ولما بعمل حسنات بدوس على الاخضر. ايه يا عيشه بتعملي ايه يا حبيبتي؟ مش اما تسعد اهل بيتك تستحق الحسنات؟ وانا شايفه انك تستحق كل ده. يلا يلا حبيبتي قومي صحي روضة. يلا زمانها صلاة الفجر وخلاص دخلت الحمام. روضة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار لا روضة بالقاف وقنا عذاب النار عائش تعالي افطري معانا يا حبيبتي.
تعملي ايه؟ في ناس في المدرسه طالبين مني حاجات ومش لاقياها. طيب مش مشكله، تعالي افطري بس ونشوف بعدين. وبعدين انا مش لاقيه الكرتونه اللي فيها الاطباق الكبار، احنا مش هينفع ان احنا نقعد ناكل في الاطباق الصغيره دي. تعالي افطري يا حاج، تعالي افطري. حاضر. روضه، انت تعرفي نشيد اسمه كشوق الليالي لضوء القمر؟ لا. انا ومامتك ليله ما اتجوزنا كان اول يوم نشوف بعض، واكتشفنا ان احنا الاثنين بنحبه، قعدنا نغنيه طول الليل. لا معرفوش. ده حلو جدا. وبعدين ما فيهوش بقى الرقص القليل الادب ومزامير الشيطان والكلام الوحش اللي بيخلي الشيطان يعمل بيبي في ودانك. بس لو سمعتي النشيد ده هتحبيه قوي. يلا يا عائش. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتين الضياء، نقاء وحبا لكل البشر، وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتيه الضجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلي بالك منها عايشة. تعني يا حبيبي. في السمانك. ممكن طلب؟ طب اتفضلي. ممكن نفضي الكراتين اللي في البيت عشان مش كل مرة باجي ادور على حاجة هتعدي. حاضر حاضر، لما نرجع البيت نتكلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخبر هو وفاة كينج اوف بوب مايكل جاكسون. الخبر ومن ساعتها وانا بطلت اعيط. ممكن تحكي لي اول مره عيطت فيها؟ يا دودو يا دودو سيب الكاسيت، انا مش فاهم الاسم الزفت اللي امك بتناديك بيه ده. ذكر صباق ده هيعلم الامريكان درس مش هينسوه. شيل جدع، انشف، يلا بينا. انت شايل كل ده لوحدك؟ هات عنك. لا سيبهم ماما، هم مش تقال اصلا. ما هو باين يا دود. هو ده كل حاجه يا هاني؟ انت جايب كله مانجا؟ فين بقيه البقال؟ تتعرفي يا نجات ان كلمه مانجا فيها حروف كلمه جنه؟ مش عارف، لقيت المانجا حلوه قلت اجيب شويه كده. اعملها لنا على سلطه ولا على اي حاجه. مانجا على سلطه؟ انت تصدقي كمان ان كلمه مانجا فيها حروف نجات؟ تصدقي في حاجه مهمه جدا جت على بالي دلوقتي. انت تعرفي ان المانجا كمان الولد، ما هو ابننا هو السباك. حلوه المانجا. بتضايق من نفسي لاني اكتشفت اني مش فاكر حتى لون شعرها. مره افتكره بني، مره افتكره بني غامق. مرة اسود، فبقيت بختار اللون الاحمر. حاولت ادور على صور، لقيت كل صورها ابيض واسود، ما لقيتش صورة واحدة حتى بالالوان. تعرف ان لولا موضوع المانجا ده انا كان زماني بقيت بطل العالم في كمال الاجسام. بابا هو مين ده؟ ده اسمه مخنس. ده لا هو راجل ولا هو ست، حاجه بين البنين كده. يعني عنده ايه من تحت؟ خرسيات.
حاجة عارفينها، أنت بتحول إنسان لإنسان تاني عشان تأكد بشكل مرئي على إن الناس كلهم واحد مهما كان لونهم أو عرقهم. ايه ده؟ انت لسه صاحي؟ ماما هو يعني ايه مخنس؟ ما تسمعش كلام باباك، مفيش حاجة اسمها كده. ومين المغني ده؟ ده أشهر مغني في الدنيا كلها. انتي بتكرهيه زي بابا؟ لا أنا بحبه، بس ما تقولش لحد. بتحبيه ليه؟ علشان بيفكرني بيك كده، رفنطوع ومجنون ومش شبه حد خالص. ومالها دي كمان؟ دي طالبة اسمها شيرين، جايبة معاها روج ورجاجو وشرايط كسر. ديور ده غالي قوي. وده الشريط يا فندم لمطرب اسمه جاكسون. ومين ده كمان؟ ده بيقولوا عنده رحم وعامل قبره على القمر. كامل المعاني. الحاجات دي خلاص اتصدرت. اتفضلي اقفي على جنب اتذنبي لغاية ما نتصل بولي امر. معاك لبان؟ لا ما باكلش لبان. ليه؟ بابا بيقول انه بتاع بنات. تسمع مايكل جاكسون؟ طبعا. انت بتسمعوش؟ ده مخنس. يعني ايه مخنس؟ معرفش. يبقى اكيد برضه كل اللي قالك كده. لا ده كلامي انا. اخرس منك ليها. خير؟ ماله الولد؟ معلش قلقناك، الولد كتب موضوع تعبير تاني شاذ. شاذ؟ يعني ايه شاذ؟ اتفضل. كتب موضوع تعبير بيتكلم فيه مع الذات الالهيه. وبعدين؟ دي حاجه تقلق جدا ان ولد في السن ده بيفكر في الافكار دي. يعني حضرتك جايباني على ملا وشي علشان تقولي لي موضوع تافه زي ده؟ لازم تخاف على الولد يا فندم. انا خايف على امه اللي في المستشفى. يلا يا ابني يلا عشان نمشي. استنى يا فندم، اليوم لسه ما خلصش. استنى ايه؟ أمه اللي في المستشفى مش هتستنى. يلا يلا. دي كانت أول مرة عيط. يا شيخ أنت محتاج عمرة. نعم. قصدي العربية محتاجة عمرة. طب ودي تخلص في قد إيه تقريبا يعني؟ أنت وحظك. العربية ملهاش ملامح. معرفش أجيب لها قطع غيار منين. ماركتها إيه دي؟ خلي بالك طول الأمل. تعالى يا محمد تعالى نلعب كورة. مش لازم نصلي نبقى نجمع الصلوات بالليل. يلا بينا. لا يا مصطفى تعال نصليها جماعة. يلا بينا يا ابو حميد ما جاتش على مرة. يا تارك الصلاة انا خايف انا اصبر عليك الموت ما يصبرش. خلي بالك. انا اسف يا محمد استغفر الله العظيم كنت احملك ذنبي يا اخي. ولا يهمك انا مسامحك. يلا نروح نصلي في المسجد ورا الامام. خايف لا تموت على كده تبقى مصيبة. مش ممكن نكبر التعبان شوية كمان؟ كمان كمان معلش كمان. معلش هو التعبان ده يقرب لك؟ كبره بس معلش. بقول لك يا شيخ هو انت هو كله موت موت كده؟ بص انت لو قسمت اي رقم على انفينيتي هيديك كام؟ معلش تاني ايه كده؟ شريف بص انت دلوقتي لو قسمت اي رقم على الما لا نهايه تمام اللي هو الانفينيتي هيديك كام؟ سبعه؟ صفر. صفر يا شريف.
يعني انت دلوقتي لو قسمت الرقم اللي انت هتعيشه مثلا هتعيش 1000 سنة 2 مليون سنة لو قسمتهم على الانفينيتي اللي هو المالا نهاية هيديك برضو صفر النتيجة صفر فاهم؟ فاحنا كل اللي عايشينه ده كل اللي احنا عايشينه ده في الاخر نتيجته صفر يعني بلا قيمة بالنسبة للاخرة فاهم قصدي؟ تحب اكبر لك تعبان تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوزك يا شيخ خلص وتعالى. انا خلصت اصلا تمام بعد اذنك. بص قفل كده وتمام. بقول لك يا شيخ وانت مش حاسس ان الديزاينين دول فيهم شبه من بعض؟ الشيخ السجيني كلمني اكتر من مره بيستعجلني في تسليم الشريط. يعني اسمعه كذا مره اتاكد انه ما فيهوش اي غلطه وهسلمه ان شاء الله. سمعت حكايه المطرب اللي مات ده؟ المطرب اللي انت كنت بتحبه قبل ربنا ما يهديك. انت لسه فاكر؟ تلاقيه واقف بين يدي الله لا ينفع ولا شهره ولا فلوس. انا محتاج اي مبلغ كده لانها تقريبا نسيت المحفظه في العربيه وانا بصلحها. حاضر بس اصبر شويه نسلم بس الشريط وان شاء الله يطلع لنا منه مبلغ محترم. قل لي هو انت نسيت البطاقه في المحفظه؟ نسيتها. طب اوعى تمشي اليومين دول من غير بطاقه. ما انا عارف عارف ان شاء الله هروح اجيبها. الحاجات دي تتوزع النهارده. الشيخ سجيني ده خطبه مؤثره قوي ما سمعتوش في مره من المرات